مصطفى شلبي كان الكلام انه فجأة اتقال انه راح للاهلي، بعد كده الاهلي طلع نفى، وبعد كده الزمالك، والزمالك ما قالش حاجه، وانبي بعد كده هو اللي طلع نفى وقال انه مفيش عروض رسميه من الزمالك ولا الاهلي. القصه بالنسبه لمصطفى شلبي، بص القصه لمصطفى شلبي الاول، الاهلي فعلا بعت يعني اتكلم مع مسؤول الانبي والكابتن محمود الخطيب، كان في جلسه بينه وبين الاستاذ ايمن الشريعي. الاستاذ ايمن الشريعي طلب 25 مليون جنيه، ده تمن خلاص مصطفى شلبي اتكلموا فيها اللي يبقى فيها لعيبه. فالاستاذ ايمن الشريعي رفض، شايف ان الميزانيه للعيب كمرتب شخصي مش متناسبه مع ميزانيه في انبي، فطلب فكره ان يبقى فيه لعيبه نهائيا. فخلاص هو حط 25، الاهلي بعد كده رجع بعرض 13 مليون جنيه. اوكي. تمام؟ وانبي رد بالرفض. رجع اخر عرض كان 15 مليون جنيه من الاهلي. وانبي نزل العرض ل 20 بس، ومن بعديها خلاص مفيش مفاوضات نهائيه. وقف. وقف الاهلي 15، انبي 20. انبي 20 خلاص وقفت لحد دلوقتي كده. الزمالك مفيش حد رسمي من المسؤولين الزمالك اتكلم مع انبي، اللي اتكلم وكلاء محسوبين على نادي الزمالك، اللي احنا نقدر نجيب لكم مصطفى شلبي نوديه الزمالك، بس دي قصه مصطفى شلبي عشان اللغط اللي حصل الفتره الاخيره. طيب في دلوقتي كمان كيف يفكر نادي الزمالك في وسط الملعب، بتتكلم في مروان عطيه ومحمود حماده ومصطفى شلبي. هو الزمالك بالنسبه له مروان عطيه في الاتحاد، هو ده كان فكر الجهاز الفني لفريرا مش المسؤولين في الزمالك، هو رقم مروان عطيه رقم واحد. نادي الاتحاد السكندري رافض رفض تام اللي هو يفرط في اللعيب. فالزمالك خلال الجلسه اللي كانت ما بين مستشار مرتضى منصور ومسؤولي فاركو اتكلم على محمود حماده. بس الموضوع مش سلس لان فاركو طبعا عنده ايقاف قيد. فزي فرط في محمود حماده وهو اهم لاعب عنده دلوقتي في المنتخب، فالموضوع صعب نوعا ما. بس هم محمود حماده نفسه طبعا مرحب جدا اللي هو يلعب لنادي الزمالك. تالت حاجه شكشك، مصطفى شكشك لاعب انبي. لسه الكلام يعني الزمالك حاطط اختيارات، يعني لسه ما فيش حاجه رسمي حصلت. شكشك حسب معلوماتي انه الزمالك كان معجب بيه جدا في بدايه الموسم، اللاعب تراجع نسبيا مستواه مع نهايه الموسم. ف لا، هو اللي كان رافضه في الاول امير مرتضى، ما كانش معجب بيه، مش معجب بيه. بس لسه بقى الله اعلم ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، هل هيتم عرضه تاني على فريرا يشوفه ولا لا.